أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. يا الله اللهم إلهي رباه بهذه الألفاظ نبدأ أدعيتنا. ولكن ما هي مراحل سير الدعاء؟ ثانيا ما هي حدود الدعاء المستجاب؟ ثالثا من طرق الدعاء. هذه ثلاثة مطالب في هذا اليوم. الكون كما تعلمون شيء مذهل لكل من تأمل فيه. هي دين بأي دين؟ نظام الكون عجيب جدا. نظام الكون كل شيء فيه ضمن سلسلة، لا تجد شيئا في الكون لوحده يسير أبدا. هذا إعجاز أصلا أن يكون كل شيء ضمن سلسلة. الإعجاز الثاني الواضح لكل من يتأمل في هذا الكون أن هذه السلاسل الكثيرة كلها تسير، لا يوجد شيء في هذا الكون متوقف في مكانه. شيء واحد يريد أن يسير شيء عادي، مجموعة أشياء تريد أن تسير، سلسلة معينة تريد أن تسير من دون وجود رابط مادي يرى. هذه المعجزة الثانية. المعجزة الثالثة، هذه السلاسل التي تسير في هذا الكون لا تخرج عن أطرها، كل شيء في مكانه. أنت تريد أن تسير عشرة أشياء،
وبسرعة فائقة، كل يخرج من إطاره. هذا الكون كله في إطار، من أصغر ذرة في إطار إلى أكبر مجرة في إطار. الدعاء ليس شيئا خارجا عن هذا الكون، الدعاء حاله حال أي شيء في هذا الكون. يعني ماذا؟ يعني الدعاء ليس هو شيء، ليس هو شيئا لحاله مجزأ مفرز في هذا الكون، لا، الدعاء ضمن سلسلة في هذا الكون. الدعاء يمشي، والدعاء يكون في مكانه الدقيق المناسب. الدعاء عندما أنا أدعو الله سبحانه وتعالى، أطلب طلبا من الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء يمشي في مراحل. من جملة المراحل أربع مراحل. المرحلة الأولى، فرضا أنت أخذت سهما في القوس ورميت السهم، هذا السهم يكون في مكانه المناسب؟ نعم. أولا، إذا أنت رميت باتجاه الجنوب، السهم لا يذهب إلى الشرق مثلا، السهم يتجه باتجاه الجنوب. ثانيا، قوة رمي السهم، هذه القوة مؤثرة في مكان هذا السهم. أين يقع هذا السهم؟ قوة رميك هذه مؤثرة. يعني إذا رميت سهما بقوة عادية، هذا السهم لا يذهب إلى 100 كيلومتر. ثالثا، كيفية هذا السهم، السهم كيف يكون؟ رأس السهم يكون حادا أم مدورا؟ إذا كان مدورا لا يخرق، إذا كان حادا يخرق الأجسام العادية ولا يخرق الأجسام الصلبة جدا. الدعاء بالضبط هكذا. الله سبحانه وتعالى يستجيب الأدعية. يستجيب الأدعية يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل جالس مثلا، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام، ينتظر أن تدعو، أنت إذا دعوت أنت، الله عز وجل بنفسه يأخذ دعائك يوصله إلى الهدف إلى النتيجة؟ أبدا. كل شيء في هذا الكون منظم، كل شيء يذهب إلى مكانه الصحيح. أنا عندما أدعو الله سبحانه وتعالى، الله هو السميع العليم لا شك في ذلك، ولكن هذا الدعاء يذهب إلى مكان معين بسبب كيفية الدعاء، بسبب شخص الداعي، بسبب الطلب نفسه. الطلب ما هو؟ مثلا أنا عندما أدعو الله سبحانه وتعالى مثلا لشفاء مريض، هذا الدعاء يذهب إلى ملك معين، هذا الملك يستلم الأدعية هذه. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى لفك أسير، هذا الدعاء لا يذهب إلى ذلك الملك، يذهب إلى ملك آخر. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى لتعجيل فرج مولاي أرواح نافدة، هذا الدعاء يذهب إلى ملك ثالث. الإنسان المؤمن عندما يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الصلوات دعاء طبعا، هذا الدعاء أين يذهب؟ هناك ملائكة غير سائر الملائكة، غير الملائكة التي تستجيب الأدعية، تأخذ الأدعية، ملائكة عينهم الله سبحانه وتعالى لاستلام هذا الدعاء الخاص. حديث شريف مضمونه أو لعله نصه
أن المؤمن عندما يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يبتدرها 18 ملكا أيهم يبلغها إياه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك مجموعة ملائكة لا نعلم عددهم، بالملايين بالمليارات أكثر لا نعلم. هذه الملائكة شغلها أنها تلتقط هذا الدعاء، تأخذ هذا الدعاء الخاص ذكر الصلوات. عندما المؤمن، شيء عجيب حقا، عندما المؤمن، أي مؤمن، عندما يذكر هذا الذكر 18 من هؤلاء يبتدرون يستعجلون، كل واحد منهم يريد أن يكون هو الذي يوصل هذه الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني إيصال هذه الصلوات مزية للملائكة. هؤلاء ملائكة. في حديث شريف أنه إذا كان يوم الخميس، مضمون الحديث الشريف، أهبط الله عز وجل ملائكة معها صحائف من فضة وبأيديهم أقلام من ذهب يكتبون الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى عند غروب الجمعة شغلهم هذا في هذا اليوم التقاط استلام هذا الدعاء. إذن المرحلة الأولى من الدعاء، هذا الدعاء أين يذهب؟ مرتبط بالدعوة نفسها، هذا مرتبط بالداعي، هذا مرتبط بظروفه. هذه المرحلة الأولى لا بأس، هذا الملك استلم هذا الدعاء أيا كان. ثم ماذا؟ تأتي المرحلة الثانية. هذا الملك عنده ضوابط، يعرف الضوابط، يفرز هذه الأدعية التي يستقبلها الدعاء حتما يصل إلى ملك. هذا الملك ماذا يفعل؟ يقسم الأدعية التي يستقبلها إلى قسمين. القسم الأول الأدعية الواجدة لشرائط الاستجابة. القسم الثاني الأدعية غير الواجدة للشرائط، شرائط الاستجابة. المرحلة الثانية هذه الأدعية التي لا تكون واجدة للشرائط، هذه الأدعية تلقى في المهملات، دعاء غير واجد للشرائط. الشرائط الأساسية لاستجابة الدعاء غير موجودة في هذا الدعاء. هو يستقبل حتما، يلزم أن يستقبل الدعاء ملك، ثم ماذا يصنع؟ هذا الدعاء الشروط مو موجودة فيه، خلاص يتخلص منه. عندما أقول يلقيه في المهملات، أحيانا أشد من هذا طبعا حسب الرواية الشريف، أحيانا يضربه على رأس الداعي بدون شروط. هناك شروط، أساس هذه الشروط، طبعا الشروط كثيرة، أساس هذه الشروط هذا الدعاء الذي يكتب في ورقة، يكتبه الملك في ورقة. هذه الورقة كمثال، أقول ورقة في صحيفة مثلا، هذه الصحيفة، هذه الورقة فيها توقيع أم لا؟ ورقة بدون توقيع لا قيمة لها أبدا. كل دعاء لا يكون فيه، كل صحيفة، كل ورقة لا يكون في هذه الورقة، في هذه الصحيفة توقيع من محمد وآل محمد، هذه الورقة لا قيمة لها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أي دعاء لا يتخطى هذه المرحلة إذا هذا التوقيع غير موجود. إمام كل زمن يلزم أن يوقع، وإلا لا يستجاب، لا ينتقل إلى، لا أقول لا يستجاب، لا ينتقل إلى المرحلة التالية. هذا فاقد لهذا الشرط، وهذا الشرط أساسي. طبعا هذا الملك هو لعله عنده ضوابط، يعرف الضوابط، أي دعاء يكون واجدا للشرائط يكتبه في الأوراق التي فيها توقيع. كمثال أقول، أي دعاء غير واجد للشرائط يكتبها في الأوراق التي ليس فيها توقيع، خلاص تذهب. هو قال اللهم فليكن، ليس مناسبا أن نذكر الرواية الشريفة في هذا المجال. الشخص الذي يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، يذكر اسم الله عز وجل بدون الشروط، هذا لبيك اللهم، هذا اللهم لا قيمة له. رواية شريفة عجيبة، وروايات طبعا في هذا المجال. هذه المرحلة الثانية، مرحلة الفرز، بعض هذه الأدعية إلى سلة المهملات، خلاص. المرحلة الثالثة، الأدعية التي تتجاوز هذه المرحلة، الأدعية التي فيها الشروط. هذه الأدعية تجعل في مكان، في مجال وسيع طويل، الله العالم، في إجراءات. هذا الدعاء الواجد للشرائط يجعل في مجرى استجابة الدعاء. مجرى استجابة الدعاء كم مرحلة؟ الله العالم. لعل دعاء مجرى استجابته 1000 مرحلة، 10,000 مرحلة، لا نعلم. مراحل. المرحلة الثالثة، هذا الدعاء يدخل في هذه المراحل، يدخل في هذا المجرى. كل مرحلة، كل موقع، ملك من الملائكة أو ملائكة، مجموعة ملائكة، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى فرضا بشفاء مريض. شفاء هذا المريض يحتاج إلى 1000 مقدمة، لعله 1000 ملك ينشغل بصورة متتالية طبعا، ينشغل لأداء، لقضاء، للنتيجة في هذا الدعاء. هذا الشخص المريض يشفى مثلا، يدخل عالم عظيم. هذه المراحل تطول، تكون قصيرة المدة، تكون قصيرة المدة، الله العالم. قد تأتي شفاعة من مشفع، هذه المراحل 1000 تطوى في طرفة عين، ممكن شفاعة مشفع يقول الآن خلاص. عندما يقول الآن، لا نتصور أن الشيء خرج من الإطار، لا، هذا الشيء في هذا الإطار يطوى بسرعة. يعني 1000 مرحلة، 1000 مرحلة لا تصبح 999 مرحلة. هذا الدعاء ينتقل ضمن هذه 1000 مرحلة، ولكن بصورة سريعة، بريد سريع، فورا يصل، ممكن بعد يوم يصل، ممكن بعد 10 سنوات، بعد 100 سنة، الله العالم، حسب الوضع. ولكن هناك مراحل، هناك تهيؤ، أرضية، الشرط الفلاني، الشرط الآخر، صناعة شيء يوجب تأثير الكلمة الفلانية، تأثير الدواء الفلاني، تأثير المال الفلاني، تأثير المشية المعينة، هذه كلها ضمن مراحل يصنعها الملائكة في المرحلة الثالث، إلى أن يستجاب هذا الدعاء، النتيجة تتحقق. هذه المرحلة الثالث. المرحلة الرابعة، بعض الأدعية
تتجاوز المرحلة الثانية. ولكن دعاء واجد للشرائط، ولكن هذا الدعاء ليس من مصلحة المؤمن. هنا يذهب إلى طريق آخر، هذا الدعاء يخبأ له، يجعل له في الأرشيف، يوم من الأيام يحتاج هذا الدعاء. متى يظهر هذا الدعاء؟ أقرأ لكم رواية شريفة لا بأس بها، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نور، في الكافي الشريف في حديث موثق على الأصح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدعو الله عز وجل في حاجته فيقول الله عز وجل: أخروا إجابته. لماذا؟ شوقا إلى صوته ودعائه. روعة روعة روعة. لا أشرح هذا المقطع وإن كان شرحه جميل جدا ولطيف. يعني ماذا شوقا إلى صوته ودعائه؟ تعلمون الله سبحانه وتعالى ما عنده شوق. هذه الصفات التي تتغير، هذه الصفات غير موجودة في الله سبحانه وتعالى نهائيا، هذه لها معاني ثانية. إذا استعملت هذه الصفات في الله سبحانه وتعالى هناك معاني أخرى، وهذه المعاني رائعة جدا. يعني أنت تشتاق ولا تشتاق، هذه من الصفات المتغيرة. الله عز وجل لا يتغير نهائيا، لا يتغير. نحن نتغير الآن، أنا مشتاق لشيء، غير مشتاق لشيء، راضي عن شيء، غاضب على شيء. هذه الأشياء، هذه الصفات المتغيرات في الله عز وجل ليس لها مكان في الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يتغير نهائيا، هذه لها معاني. لعله أتوقف عند هذه الكلمة في وقت آخر، ولكنها رائعة. فيقول الله عز وجل: أخروا إجابته شوقا إلى صوته ودعائه. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل: عبدي دعوتني فأخرت إجابتك، وثوابك كذا وكذا، بدل هذا التأخير أنا أعطيك ثواب كذا وكذا، ودعوتني في كذا وكذا فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: فيتمنى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب. يرى ثوابا يتمنى: يا ليت لم تكن هناك أدعي، لم يكن هناك أي دعاء من أدعيتي يستجاب. المرحلة الرابعة: بعض الأدعية تخبأ، تجعل في مكان هذه الأدعية تؤثر. العجيب أن بعضنا يتكاسل، يتثاقل عن الدعاء. عجيب جدا. يعني أنا أدعو الله عز وجل أحرك لساني، ما أسهله من فعل. لا أريد أن أرفع أثقال، لا أريد أن أركض، أتعب جسمي، أتعب نفسي. طلب باللسان، أقول كلمات وما أسهلها. الإنسان يتثاقل، لا يعلم أنه أنا عندما أقول كلمات لعله آلاف من الملائكة، الله عز وجل قد أمرهم من قبل الترتيب المأمور به، ينشغلون هؤلاء الملائكة بدعائي. أنا أقول كلمة هم يهيئون، وأنا أتثاقل عن هذه الكلمة. يعني شيء سهل نفعه لي ليس لهم، أشغل بهذه الكلمة لعله آلاف من الملائكة، أنا أتثاقل. عجيب هذا.
لا، البعض من الناس أعجب من هذا، ليس فقط يتثاقل، لا، إذا دعا الله عز وجل يتصور أنه صنع شيئا لله عز وجل. حقا هذا الشيء موجود، إذا دعوت أحس بأنني كأنه، والعياذ بالله، والعياذ بالله، مننت على الله عز وجل. يعني كله تفضل. لعله في دعاء أبي حمزة الثمالي على ما ببالي، أو في دعاء آخر، من غير استحقاق لاستماعك مني. أصلاً أصل الاستماع أن الدعاء يصل إلى ملك، أنا لا أستحقه، هذا تفضل. فكيف ببقية المراحل الكثيرة لعلها؟ أي تفضل من الله عز وجل كبير هذا. الدعاء له مراحل قد تكون كثيرة، أشرنا إلى أربعة مراحل، إلى أربع مراحل، هذه بعضها، هي كثيرة. هذه مراحل الدعاء. المطلب الثاني، حدود الدعاء، أو لنقل حد الدعاء. هذا الشيء الذي أقوله لكم هذا شيء واسع جدا، له مجالات كثيرة، من جملة مجالاتها الدعاء، لعله الدعاء. في مجالات ثانية هذا الشيء مسلم قطعي، روايات قطعية، لعل الدعاء أيضا من هذه الأمور. إخواني، هناك لكل شيء حد معين. العمر ليس له حد معين، نعم. الرزق ليس له حد معين، نعم. لعله يستفاد من بعض الروايات الشريفة، من بعض الأدعية الشريفة، أن الدعاء المستجاب أيضا له حد معين. يعني ماذا؟ لا نعرف حدوده طبعا، أو لا نعرف حده. كمثال أقول، مثلا في كل يوم الله سبحانه وتعالى، كمثال أقول، لعله يستجيب 100 مليار دعاء فقط، كمثال، لعله كمثال أقول يستجيب 80% بالضبط من الأدعية، كمثال أقول، ليس بالتحديد هذا المثال، لا. إذا كانت هناك شفاعة مشفع 10 أضعاف، إذا لم تكن هناك شفاعة مشفع لا، الوضع العادي. مثلا هناك تحديد. سيدي يا بر يا رحيم، من أدعية الصديقة الكبرى سلام الله عليها في تعقيب الصلوات. سيدي يا رب يا رحيم، استجب. هذه الاستجابة ضمن إطار، استجب بين المتضرعين إليك دعوتي. بين المتضرعين هناك حد معين، إلهي اجعل دعائي ضمن هذا الحد المعين. المتضرعون بكثرة، كم من هذا الحد يستجاب؟ أنا إلهي اجعل دعائي ضمن هذه المجموعة. إذن هناك مجموعة للأدعية المستجابة. طبعا هذا المقطع لعله فيه معاني ثانية، هذا لعله من المعاني. الدعاء أيضا له حد. يعني ماذا؟ يعني إخواني، الشيء له حد، كيف أن الرزق له حد؟ كيف أن العمر له حد؟ كيف أن الأولاد لهم حد؟ كل شيء له حد. هذا أيضا له حد. الإنسان يبادر، لعل المبادرة تؤثر. بدل أن أدعو بعد الصلاة أدعو الآن، بدل أن أدعو ليلة الجمعة أدعو الآن، لا أؤخر الدعاء. في الروايات الشريفة الإنسان لا يؤخر الدعاء إلى ليلة معينة،
إن شاء الله في ليلة القدر أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لا الآن، هي المبادرة، تهيئة مقدمات، شروط. القضايا لها شروط، الإنسان يهيئ هذه الشروط. المطلب الثالث الأخير، هذا المطلب على ما بوالي أشرت إليه سابقا. لاحظوا طريقة دعائنا بحاجة إلى تهذيب، إلى تعديل. هذا الشيء الذي أقوله لكم يحدث كثيرا للمؤمنين، وهذا خطأ. الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يذكر أعماله الصالحة لعله في ظروف معينة، في حالة معينة، لعله هذا العمل يكون صحيحا، لعله. بصورة عامة هذا العمل غير صحيح. الإنسان عندما يريد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى لا يذكر أعماله الصالحة. إلهي أنا صليت لك، إلهي أنا خمست، إلهي أنا من البارين بالوالدين، إلهي أنا أصل أرحامي، إلهي أنا. هذه الطريقة خطأ. في الدعاء الإنسان لا يذكر أعماله الصالحة، يجرد أعماله الصالحة. إلهي أنا صنعت كذا كذا كذا، فالآن عندي طلب أطلبه منك، استجبه. هذه الطريقة خاطئة. الإنسان عندما يريد أن يطلب حاجة من الله سبحانه وتعالى يقول: إلهي أنت تفضلت علي سابقا، أنت تفضلت، أنت جدت، أنت هديت، أنت سددت، فالآن عندي حاجة أخرى أيضا. أنت بجودك من قبل أن أسأل شيئا أنت أعطيتني، الآن أيضا أعطني. هذه الطريقة. أنت من أنت علي، أنت مهدت الأرضية. طريقة الدعاء، إذا أردت أن أتحدث عن نفسي في الدعاء أذكر جرائمي. إلهي أنا لا أستحق، لا أستحق أن تستمع، أن تجعل ملكا يأخذ دعائي، ولكن أنت المتفضل. هذه الطريقة، الطريقة الصحيحة للدعاء. لاحظوا أدعية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الصحيفة السجادية، لاحظوا عموم أدعية المعصومين عليهم الصلاة والسلام. أحيانا ذكر فضيلة، ولكن ذكر فضيلة بمعنى أنني متنعم بهذه النعمة التي أنعمت بها علي، لا بعنوان أنني صنعت شيئاً. إلهي أنت تنعمت، أنت تفضلت علي. في زيارة عاشوراء، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. عندما تريد أن تطلب طلباً، الطلب ما هو؟ أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، هذا هو الطلب. كيف تقول؟ تقول: إلهي أنت تفضلت علي، أنت أعطيتني، أنت مهدت الأرضية لاستجابة هذا الدعاء. هذا الدعاء يحتاج إلى أرضية، هذه الأرضية شرطها شيئان، أو لعله أشياء، من جملة الأشياء شيئان. الشيء الأول، الشرط الأول، أن تكون لي معرفة بكم يا أهل البيت. الله عز وجل أعطاني هذا الشرط. الشرط الثاني، إظهار البراءة من أعداء أهل البيت. هذا الشرط أعطيتني، لأنه قبل هذا المقطع الإنسان يذكر معرفته بأهل البيت ويتبرأ من أعداء أهل البيت، ثم يقول: فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم. إذن الأرضية مهيئة، الأرضية مهيئة لاستجابة هذا الدعاء. معرفة أهل البيت، البراءة من أعدائهم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. عندما يريد الإنسان أن يدعو هكذا يدعو: الله عز وجل هيئ لي الأرضية، الآن أطلب من الله عز وجل. تفضل من الله. أصلا الدعاء مخ العبادة. في الآية القرآنية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الدعاء عبادة، الذي لا يدعو هذا كأنه يستكبر عن العبادة. إذن الدعاء يلزم أن يكون بطريقة عبادة، لا بطريقة إلهي أنا صنعت كذا فإذن الآن أطلب منك حاجة لا تعطيني حاجتي. هذه الطريقة خاطئة.
الدعاء عبادة، أنا عابد إلهي، أنا لا أملك شيئاً، هذا معنى الدعاء. هذا الدعاء أنا أغيره إلى شيء كأن لي التفضل على الله عز وجل. طريقة الدعاء التذلل، طريقة الدعاء العبادة. ورد في الروايات الشريفة أحياناً الدعاء يكون، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، يكون أعظم أثوب من قراءة القرآن حتى، لأن في الدعاء روح العبادة، لأن في الدعاء تحس بأنك ذليل أمام الله عز وجل، صغير لا تملك شيئا، هذا الإحساس يجب أن يكون. بعض الكلمات سيئة جدا، لو قيلت مزاحا سيئة، فكيف إذا قيلت جدا؟ ندعو الله عز وجل لا يستجيب، كلمة جدا 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 سيئة، العياذ بالله تعالى من هذه الكلمات. روح العبادة تذهب بهذه الكلمات. في هذا الأسبوع القادم مناسبات كبيرة عظيمة، أفراح عظيمة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في اليوم التاسع من رجب الذي يصادف يوم الأحد كما هو المشهور بين المؤمنين، يحتفلون بميلاد ابن الحسين المكنى سيد الشهداء باسمه عبد الله الرضيع سلام الله عليه، ولعل اسمه علي الأصغر. في يوم الاثنين، يعني في اليوم العاشر من شهر رجب، ذكرى ميلاد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما. وفي اليوم الخميس كما هو مشهور ذكرى ميلاد سيد الوصيين إمام المتقين، نفس رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يقول شاعر فقيه، يقول: من ينكر فضلك يا حيدر؟ هل ضوء الشمس ضحا ينكر؟ في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر. أطراه رسول الله بأمر الله مرارا لا تحصر، وأبان خلافته علنا يوم الإنذار وفي خيبر، وبيوم غدير الخم بوقت الظهر لدى الجمع الحضر. أبديت معاجز حيرت الألباب لمن فيها فكر، من رد الشمس وكلم أملاق الثعبان على المنبر، من يقسم جنات الفردوس ونار جهنم في المحشر، أم من يسقي من آمن يوم العرض من الحوض الكوثر، إلى أن يقول: وهذا البيت، هذا الأساس. يقول زوج الزهراء أبو السبطين وصنو محمد الأزهر: أبارك لكم هذه الأيام السعيدة المباركة، وندعو الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد
ببركات مولانا وسيدنا أمير المؤمنين، ببركات الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك، وعمل الخائفين منك، ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم، وأنا عبدك البائس الفقير. أنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله، وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين